هذه مناسبة. ورحمة الله وبركاته. الصديق مغار محمد سلامة مدير فرع مصلحة التفتيش التربوي غات. في هذا اليوم بتاريخ 15/5/2022 واليوم الأحد بداية الأسبوع، في هذه المناسبة نهني كافة المسلمين بهذا العيد المبارك. فمن خلال هذا وقيمة احتفالية مثل بسيطة في داخل فرع مصلحة التفتيش مثل التربوي للمعايدة، ونشكر كل مثل من حضر من السادة المفتشين والسادة المعلمين ومدراء المدارس وموظفو قطاع التعليم مراقب التعليم مثل غات، ونشكرهم جميعنا على هذا مثل الحضور في هذه مثل تهنئة مثل مباركة. وإن شاء الله مثل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركة، وكل العام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أنا سعيد جدا وفي داخل مكتب أو مصلحة التفتيش التربوي غات، حيث أنا بين زملائي اليوم المفتشين بمناسبة عيد الفطر المبارك معايدة، ومن ضمن فقرات المعايدة طبعا عرض شريط الهجرة إلى المدينة، والذي قمت بإخراجه برفقة زملائي في مدرسة آفاق النور للتعليم الحر. وهذا الشريط لقى إعجاب الكثيرين لأن الأطفال هم الذين جسدوا كل الشخصيات بأدوار حقيقة صعبة جدا، ولكن أتقنوا الأدوار هؤلاء الأطفال. جزء من المنهج الدراسي وهي الهجرة النبوية، حاولنا بقدر الإمكان تبسيط هذه الفكرة، فكرة الهجرة النبوية. وبارك الله فيكم. شهادة شكر وتقدير للسيد المفتش التربوي عبد العزيز محمد الحسناوي بأسمى آيات الود والتقدير. يسر مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي فرع غات أن تقدم لكم هذه الشهادة عرفانا منها بجهدكم الرائع من خلال إخراج الشريط التربوي المميز الهجرة إلى المدينة المنورة. آملين لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح في هذا المسار. بارك الله فيك.